هزة أرضية في لبنان بقوة 4.2 قبالة الساحل الجنوبي. شعر اللبنانيون في أكثر من منطقة، لا سيما في الشوف وصيدا وبيروت، بهزة أرضية استمرت لحظات، وذلك حسبما أفاد موقع لبنان 24 في شريط عاجل. وفي سياق متصل، أشار المرصد الأوروبي المتوسطي إلى وقوع هزة أرضية بقوة 4.8 قبالة الساحل الجنوبي للبنان.